أعلنت الرئاسة الفرنسية تعيين ميشيل بارنييه رئيسا جديدا للوزراء بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة لتحالف أحزاب اليسار من دون تحقيق الغالبية في البرلمان. وقال بيان الإليزي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف رئيس الوزراء الجديد بارنييه تشكيل حكومة جامعة خلفا لحكومة جابرييل أتال التي قدمت استقالتها. وفي أول رد فعل على التعيين، دعا جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية إلى الاحتجاج السبت المقبل. من باريس معنا مراسلنا محمد الحاجي. محمد، رئيس وزراء جديد بتحديات جديدة، ما ردود الفعل؟ أمال، رئيس وزراء جديد، رئيس وزراء يميني، وهو ما يخالف العرف الديمقراطي في فرنسا، إذ دائما ما يختار رئيس الوزراء من الأغلبية التي فازت في الانتخابات التشريعية، إذ أن ماكرون أصر على عدم اختيار رئيس وزراء من اليسار الفرنسي، وهذا أمر أثار الكثير من حافظة اليساريين وأيضا الكتل النيابية اليسارية. ميشيل بارنييه ليس ابن البارحة، هو وزير خارجية فرنسا سابقا، مرتين تم تعيينه مفوضا أوروبيا، وأيضا هو استلم ملف التفاوض مع بريطانيا بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي. يبدو أن ماكرون الذي رأى فيه الحل الأمثل في هذه الفترة بعد أسبوعين من المشاورات المضنية و 51 يوما من استقالة حكومة جابرييل أتال، اليوم هو الشخص المناسب بحسب ماكرون لي تأسيس حكومة جامعة في ظل هذا الانقسام الحاد في فرنسا بين الأحزاب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أول رد فعل كما ذكرت في المقدمة، جون لوك ميلانشون قال بأن الانتخابات سرقت ودعا المواطنين إلى التظاهر هنا في ساحة الجمهورية يوم السبت ضد ماكرون ومن أجل استرجاع الديمقراطية، بينما قالت مارين لوبين بأنها سوف تحكم على بارنييه بناء على البيان الوزاري الذي سيعمل على أساسه. وأيضا قيل بأن ماكرون اختار مفاوضا وهو بارنييه من أجل التفاوض مع الأحزاب السياسية. هذا الرجل السياسي السبعيني، عمره 73 سنة، يوصف بأنه رخو وغير قادر على حل مشاكل السياسية، ينتقد من هذه الناحية، بينما رأى آخرون بأنه قد يكون مثالا للسياسي المحنك الذي يستطيع أن يجمع الفرنسيين في هذه الفترة المهمة من تاريخ فرنسا ونهاية سنوات حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونهاية الماكرونية السياسية. لكن أيضا هناك دعوات إلى مقاطعة بارنييه وعدم التعاون معه من أجل تشكيل حكومة، لكن من دون شك فرنسا سوف تدخل في مرحلة حساسة في الأيام القادمة. بعد الساعة 6 مساء اليوم سوف يتم التسليم بين أصغر رئيس للحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية وأكبر رئيس وهو ميشيل بارنييه في تاريخ أيضا الجمهورية الفرنسية الخامسة. شكرا لك محمد حاجي من باريس.